تاريخ الجامع الكبير والمدرسة الدينية. طبعا الجامع الكبير عمره أكثر من 800 عام، وفي بعض الأحيان يقال 850 عام الجامع الكبير في سامراء. المدرسة الدينية عمرها أكثر من 130 عام. طبعا الجامع الكبير توالى عليه خطباء من عائلة الخطيب، يعني أنا عندي أسماء الإمام أيوب الخطيب اللي مدفون بالجامع الكبير، ووالدة توفيق الخطيب، وهبة الله أبو توفيق، ومهدي أبو هبة الله، وعاشور، هذول كلهم أئمة توالوا على المسجد هذا. وبعد أيوب الخطيب ماجد، شيخ ماجد العبد ربه من عشيرة أبو طالب، وورا ملا حاتم أيضا آخر من كان يقوم بإمامة المسجد. المسجد يعني أنا عاصرت المسجد، أقدر أتكلم عن حياتي مع المسجد. أنا كنت طالب في المتوسطة، وكان هو الجامع الوحيد في سامراء التي تقام فيه جمعة، ما كانت جوامع أخرى تقام فيها جمعة. وكان الناس أيضا يعني عندهم فد هاجس أنه لا جمعة، يعني جمعتين مصر في مدينة واحدة، وكان يصرون الخطباء أنه يحاولون يكون في جامع واحد. يعني أنا كنت أسكن بالقرية، وكنا نجي أنا والدي نصلي الجمعة في هذا المسجد. وبعدين يعني جيت للمدارس، المدرسة المتوسطة، وكان الوحيد هو الجامع تاريخيا هو جزء تاريخيا، من هوية أهل السنة والجماعة نعم، في سامراء. ويعود إلى الوقف السني، يعني إلى دائرة الوقف، وبعدين هو من شطرة الوقف السني والوقف الشيعي كان نعم يعود إلى مديرية الوقف السني. ما حدث في 2006 من تفجير للقبة، نعم بعدها حقيقة صار عزل للمنطقة بالكامل. والتفجير طبعا أنا أحب أؤكد هين بهاي النقطة أنه أهالي سامراء لا دخل لهم في التفجير، وهذه أحط جواها عدة خطوط. يعني أهالي سامراء لم يكن لهم دخل في عملية التفجير، لأن كان الأمريكان يسيطرون على المنطقة سيطرة بالكامل كاملة. سيطرة كاملة، فكيف دخل الناس اللي يريدين يفجروا الإمام؟ هذا موضوع طبعا يعني مهم جدا، يعني اتهم أهل المدينة بتفجير المسجد، وحقيقة هم براء من هذا الموضوع. بال2010 حدثت محادثات، وكان منتشر سام الرأي والشيخ أحمد حسن الطاها وآخرين مع الحكومة 2010 بال2010، أعيد الجامع إلى أهل السنة، وبدأت به صلاة، وبال2011